تمام، اخبارك؟ ان شاء الله بخير. واليوم مقطع جديد. طبعا هذا المقطع هيكون شرح كيف تحل اللغز حق عيد ميلاد سعيد في لعبه ريزن ديفل الجزء السابع. طبعا اغلب اللي شروا اللعبه ولا سمعوا اخبار عنها ولا شيء ما راح يعرفون كيف يحلون هذه المهمه، وخاصه راح يعلقون في مكان الباسورد. ف اذا انت توك جديد في اللعبه ولا تعرف شيء، تابع هذا المقطع عشان تعرف كيف تحل اللغز، عشان لا تنقهر من اللعبة وتتحسب انك شريت اللعبة اصلا وتكسر ام شريط. فمعليش هذا الواقع يعني. فطالع هذا اللي هو شريط، معليش طالع هذا الفيديو، فيه تكليجات كثيرة وراح تستفيد بشكل مرة كبير، لان فيه شرح بالتفصيل، راح اعلمك شرح نقطة نقطة. المهم اوكي، بعد ما تخش المكان هذا ويسكر عليك لوكس اللي هو الباب هذا وتخش من زي كذا، تاخذ الشعر من هنا نفس بداية المقطع. طيب بعدين يعني تجي من هنا وتخش المكان هذا، طبعا راح يطفي الانوار اللي هو الشموع هذه، وراح يتكلم معك لوكس شوي كذا. فا اوكي، طبعا هذا الفيديو مخصص فقط للي توهم بادين في اللعبة. اذا كنت انت يعني تعرف دي المهمة، ف يعني كذا اقول لك اياها بالزبدة، يعني لا تضيع وقتك، لان هذا الشرح حق مبتدئين بس. فاذا انت تعرف هذا الشيء لا تطالع، نصيحه يعني. اما اذا انت فاضي على طالع، ما لي دخل عاد. المهم طيب، بعد ما يخلص كلامه لوكس شو تسوي الحين؟ تجي هنا وتاخذ اللي هو المفتاح، تنتظر الين ما يدور 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 الين ما يطلع. الحين تاخذ هذا المفتاح، بعدها تطلع من هنا حلو، وبعدين تجي هنا وتولع هذه حلو، بعدين تحط بالشمعه اللي هو حريقه. طيب تولع الشمعة، والحين شو تسوي؟ تيجي عند هذا الباب وتحرق الخيط هذا، تحط الشمعة عليه وراح ينحرق الخيط. طيب بعد ما تخش الغرفة راح تشوف بالونات كثيرة مرة، فتعال عند هذه الطاولة، وعلى يمين الطاولة تحت في بالون أخضر، تاخذ البالون الأخضر، بعدين تطلع من هنا أوكي، فتحط البالون هنا في المكان هذا. فلما تحط البالون راح يقعد ينتفخ معاك، ينتفخ ينتفخ لين ما ينفجر عليك ويعطيك ريشه بلاستيكيه. طبعا زي ما تشوفون قاعد يفك المسمار عن يده، مشهد مقرف صراحه يعني، عاد خاصه هنا بعد مقرف مره. المهم علينا، اخذنا اللي هو الريشه حلو. بعد ما تاخذ الريشه تستوي الحين؟ بعد ما تاخذ الريشه تجي عند الحمام هذا وتضغط السيفون، فراح يرتفع معك زي الاوساخ كذا يعني، مويه وسخه. فاضغط اكس راح يسحب اللي هو كشاف صغير، فا اوكي او منظار اللي تسمونه. طيب بعد ما تاخذ منظار راح يقول لك تلسكوب او تلسكوب اللي هو يقول لك متسخ. شفت هذا المكان اللي يرش عليك الماي؟ قبل لا تخشه اضغط على اللي هو التلسكوب هذا اكس، بعدين استعمله وانت ماسكه كذا امش قدام. فزي ما تشوفون صار تلسكوب نظيف. فالحين هذا التلسكوب ايش فائدته؟ طبعا زي ما تشوفون هنا يقول لك حط باسورد. فكيف تعرف الباسورد؟ هنا اكثر اللي توهم بادين في اللعبه راح يلقون في المكان هذا. فش تسوي في هاللحظه هذه؟ تجي عند هذه الشاشه، طبعا تجي هنا وتستخدم اللي هو التلسكوب. فزي ما تشوفون طلع لكم زي الرسمات، هذا هو الباسورد، حفظوا شكله، عاد هو كل واحد راح يجيب شكل ثاني. فانا حقي هذه بنت معلقه وغراب وطفل، اوكي بنت معلقه وغراب وطفل. فتجي وتحط الرسومات هنا في الباسورد اللي هو البنت، نحط البنت، بعدين نحط اللي هو الغراب، بعدين نحط الطفل. فا وين الطفل؟ الطفل بس. زي ما تشوفون فتحنا القفل، فناخذ هذه الدوميه المحشوه. فبعد ما ناخذها شو نسوي الحين؟ تجي عند النار وتحرقها، تحرق الدوميه اللي اخذتها. طيب بعد ما تحرقها زي ما تشوفون راح يحترق وراح يعطيك زي الشيء او زي الصبع. فهذا الصبع تحطه هنا بالمهرج، تعطيه المهرج يعني تصوب على يده وتعطيه الصبع هذا عشان يقدر يمسك الريشه. فبعد ما تحط الريشه حلو، بعدين تشغله اللي هو بالمفتاح اللولبي. اوكي بعد ما تشغله راح يمسك يدك اللي هو هذا المهرج وراح يحط الريشه. فزي ما تشوفون المشهد راح يحفر على يدك كلمة لوزر، فخسران اوكي. والله يقعد يحفر يده. المهم
هذا هو الباسورد. طبعا الباسورد وين حق ايش هذا الباسورد؟ راح اعلمكم الباسورد هذا حق الباب اللي هنا. طبعا الباب اللي هنا يكون فيه باسورد تحط فيه كلمه لوزر، تحط ال اوكي ال او لوزر لوزر اوكي لوزر اوكي اوكي بعدين نحط الاي بعدين الار وبس كذا نكون فتحنا القفل. طيب بعد ما تفتح القفل تاخذ اللي هو المقبض هذا الصمام، بعدين ترجع عند الغرفه اللي فيها الكيكه عشان تحط اللي هو هذا المفتاح. طيب تحط وين تحطه؟ تحطه هنا طبعا، تجيب هذا وتحطه، راح يدور معك، راح يدور كذا يدور يدور يدور، فخله يدور كذا حلو. طيب بعد ما يدور خلاص هذا راح يتقفل، فالحين تقدر انك تحط الشمعه في الكيكه، فتروح وتحط النار في او تحط شمعه في النار وتخش هنا وتولع هذه اللي هو الكيكه كذا. انت تكون خلاص حليت اللغز، فزي ما تشوفون كذا خلاص خلصنا ولعنا الكيكه وانفجرت عليك. طبعا راح اخليكم مع السينماتيك، ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك. كان معكم اسمي ويلا السلام عليكم. Happy birthday!